التقى استشراف مستقبل الجرائم المالية المقام في أبوظبي في 11 أكتوبر الحالي تحت عنوان المستحدث في جرائم غسل الأموال القائم على الأصول الافتراضية. سيكون من ضمن أجندته استعراض مدى مواكبة التشريعات الوطنية لمتطلبات التعامل مع الأصول الافتراضية ومدى تمكينه للسلطات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المالية التي قد تنتج عنها. الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يعتبر مقدمة للقمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة التي تعتزم النيابة العامة للدولة إطلاقها في بداية العام المقبل 2024.